انا كوثر من جبصه، تحصلنا انا باسمي، نتكلم باسمي باسمي وباسم المجموعه هذه الكل اللي معناتها تفوق نمبر نتاعها 80 معطل عن العمل، والا استاذ مع وقف مع وقف التنفيذ. نتكلم المشكل نتاعنا ان نحن استاذنا من المناظره نتاع الكافيه كان المعدل نتاعنا يفوق 10، معناتها نسميه ونجحنا في الامتحان. دونك هنا احنا نطالبوا بالانسداد. علاش؟ على خاطر لسد الشغورات الموجوده اللي تفوق 4000 شغور. دونك هنا احنا الوزير حكينا معاه، السيد الوزير حكينا معاه، السيد الوزير حكينا معاه وتفهم الموضوع نتاعنا، على شرط انه معناتها فما اطراف اخرى يلزم يتفاوضوا معاها. هنا احنا المطلب نتاعنا الوحيد انه ينتدبنا السيد الوزير نظرا للشغورات الموجوده، ومع حتى احنا نجموا ناخذوا والا نفكوا حق مع النواب اللي هما يفوقوا عددهم 6000 نائب، بينما نحن مع حسب اعتقادي نحن احق من الساده النواب مع احترامي لهم، اللي نحن اجتزنا المناظره ولكن لم يقع انتدابنا لحد الان، واحنا تو نستناو في رحمه ربي كما يقولوا.